نتلا. طب استسمحك شيخ عيسى، استسمحك تفضل معانا على التليفون، لانه الرئيس عبد الفتاح السيسي الان بيضع تويته بيهنئ فيها الشعب المصري وفي هذا اليوم العظيم وتهنئه بذكرى حرب اكتوبر. هتكون موجوده معانا الان على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين السيد عبد الفتاح السيسي. سيبقى نصر اكتوبر المجيد نقطه فارقه في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخها وعزتها، ففي مثل هذا اليوم سطر رجال العسكريه المصريه وقادتها اروع ملاحم الفداء والتضحيه لاسترداد ارض سيناء الطاهره، وضربوا المثل العظيم بمسانده شعب اعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا ان التلاحم بين الشعب والقوات المسلحه هو الحصن المنيع الذي يصون الدوله المصريه طوال تاريخها. حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وانتم انا عايز بعد اذنك يا شيخ انا عايز اقول حاجه كمان اسمحك استاذ عماد، انه كمان السيده انتصار السيسي كمان كان ليها كلمة، حرم رئيس الجمهورية كان ليها أيضا كلمة والتويتة توجهت للشعب المصري بتهنئة الشعب المصري وتهنئته بذكرى حرب أكتوبر. زي ما حضراتكم السيدة حضراتكم شايفين السيدة انتصار السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد تقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة. نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، و صنعوا رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائما سندا لجيشه.